تواجدي معكم اليوم بجدة بيضا ستاد ومشاركتكم على صندوق اتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز مشاريع تأهيل البنية التحتية الأوروبية والمائية بجهة. وتستمد هذه الاتفاقية مرجعيتها من توجيهات ملكة الثانية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية والحد من التفاوتات والفوارق المجالية بهدف تحسين ظروف حياة الساكنة. إذ جاء في خطاب عرس جلالة الملك محمد السادس نصر الله بتاريخ 29 يوليو لسنة 2015. اليوم توقيع على اتفاقية شراكة ما بين جهة الدار البيضاء سطات ووزارة الجهاز والماء. هذه الاتفاقية عندها واحد صبغة مهمة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول وهو أن تم إعداد هذه الاتفاقية بكيفية تشاركية، وبالتالي هنالك التقائية ما بين برامج الوزارة وأولويات الجهة. النقطة الثانية وهو أنه تم التركيز على ثلاثة أهداف أساسية. الهدف الأول وهو تعزيز البنية التحتية والعمل على فك العزلة المجالية على بعض الأقاليم وبعض المدن باش أنه نضمن لهم إمكانية تحسين جاذبية الاستثمارات، وكذلك الربط فيما بين هذه الأقاليم من أجل أن يكون هنالك تنمية مندمجة. الشق الثاني وهو مرتبط بالطرق القروية. أنتم تعلمون بأنه اليوم باقي كاين واحد الخصاص كبير في الجهة بالنسبة للطرق القروية، وبالتالي قررنا أن يتم إعداد هذه الطرق القروية حسب معايير جديدة، من بينها ما هو مرتبط بالطرق اللي عندها واحد صبغة اقتصادية واجتماعية، طرق لتدي الأسواق، طرق لتدي المدارس، طرق لتدي المستوصفات، طرق سياحية باش يكون عندها أكبر وقع ممكن على الساكنة. والنقطة الثالثة فهي مرتبطة بحماية من الفيضانات، لأن هذه المناطق تعاني من هذه الإشكالية، ومن جهة أخرى ضمان الماء صالح الشرب بالنسبة للساكنة من خلال الربط بين الأحواض المائية ديال السبو وأبي القراء طبقا للتوجيهات الملكية السامية اللي إن شاء الله غينطلق فيها أواخر هذا الصيف. العمل كذلك على تحليات المياه على الجديدة اللي غينطلق إن شاء الله فيها أواخر شهر غشت، زيادة على المجهودات المبذولة الأخرى من أجل تحسين المردودية ديال القنوات وضمان كذلك الماء صالح الشرب بالنسبة للساكنة القروية. اللقاء اليوم هو داخل في مسلسل ديال عقود برامج بين الجهة وبين الدولة من خلال الوزارات المعنية. فبعد الثقافة مرينا اليوم القطاع حيوي أو قطاعين حيويين هما البنية التحتية الطرقية ثم كذلك الماء وما أدراك ما الماء. فغادي نتكلم بالخصوص على الماء لأن نحن في أشد في أمس الحاجة للماء هنا بالجهة، لأننا عندنا واحد يعني شح مائي اللي معروفين به، واللي الحمد لله التعبئة اللي كاينة الآن تطمئن لأن في بداية شهر غشت غيبدا الماء ديال حوض سبو كيدخل عندنا، وبداية غشت غتبدا جديدة تكون كلها يعني كتشرب الماء ديال البحر المحلى. وكذلك عندنا برامج أخرى لحماية تراب الجهة من الفيضانات والحفاظ على الماء، وأخرى كذلك لإعادة استعمال المياه العادمة في الميدان ديال السقي. تفعيل هذه البرامج وكنتمنى إن شاء الله ربي يوفقنا وكل شيء يبقى معبأ بهالطريقة هذه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، غادي تحمينا وتجعلنا في منأى عن خطر اللي كيهددنا اللي هو الجفاف. مخططنا الجهوي لتنقل ما يفوق عن 11 مليار درهم بما فيها ثلاث معايير لنقل الماء للصبو.